استبعادي امور طيب والله ان امور طيب طيب القلب نذر اني صادق ولا يزعل. لا ما عندي اكثر ما يقهرني فيه انه ما يزعل ما يزعل لا ابي ازعله ولا عجزته تحداك نذر اني صادق يغبني يجيك ارفع ضغطك ولا جيت ما تقدر ترفع ضغطك ايه لا جيت ترفع ضغطه ولا تبي تطقه ولا شيء ارفع ضغطك انت ايه ما ترفع ضغطه يضحك عليك يعطيك ضحكتين ثلاث خلاص آخر تنقر وتعود منه آخر ربك الله يحفظك حسن عليه كل 20 يوم ان شاء الله بيعود علينا ايه لا خلاص اموره طيب انا 50 يوم راحت في لمح البصر عاد كيف 20 يوم تروح على طول يلا هاي كم تصويت المدرس في المركز؟ الثاني ثاني؟ يا ولد الله يبيض وجهي كل ما صوت والله يطول عمر شد الله انهم ملكوني معروف وجميل والله انك تستاهل استاهل طيب والله يعيني على رده والله انك تستاهل والله ان هنا نجتهد ونتعب كلها عشان الجماهير اللي تحبك والمحبين واهلك وربك وجماعتك لا 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 سويت شيء عادي عادهم يبون منك والله اني صادق انا اللي ابخصك زين يا محمد ابشروا بالسعادة شارك اسبوع ذا لا اقوى هوك تحت كفو وهذا اللي يبونه منك والله ما دعموك ولا صوتوا عليك الا هاقين فيك وانت ان شاء الله انك فوق الهقوى ما عليك زود ابو فاح العلوم يوم طلعت علومك الله يسرك المنزية والله ما دخلتها الا وهي ترش تدري اني ما رحت مكان ما تمشيت والله ظهرت منه قالوا كلمونا العيال اخوي انا قلت والله العظيم اني بروح الحسن كدري ما اشتوحون مش تبي الحسن عيوب لايمك قالت على الربع عيدهم كلهم مجتمعين في المجلس هنا في الرياض وطلعت اصوب الحسن يوم وصلت جاء عقب الفجر جلست على الجوال شوي فتحت بث عقبها رقدت لا استغفر الله فتحت بث على اني برقد وجون عيال عمي تكيت لذا ابوي داخل المزرعة هم في مجالس مجالس صادة سلم عليه قالوا شو علومك؟ قلنا علوم زين قال عندكم شيء؟ قلت لا ابوي مستحيل يوصيك ولا الاقي له بشيء ولا هذا قال لي شوف شو وضعك مشغول انت ما معلم قلت لا فاضي قال انا طافي والله اني ما اشوف ادور انه قال عندي شديد شدد قلت حلو نسوق البل ونقطع هالخط يوم قلت حول راحة اعود اخذ لي ذبيحه اديها المطعم اعود اركض بقوم العصر ولا قمت الا حول العشاء ناثر العافيه من النوم مرقت زينة تعال يا عيل والله يقلط علي الرجال ها كان عندي اداره ايش تبي؟ وش تبي؟ قول بالستره عليك لا حقت مهند انا اللي عليك ما ادري والله المهم واسمع عند الربع في العزبه هاك الليل ورقدت الفجر يوم قلت الصباح قلت خلنا تقهوى هي ما بخير تقهوى دق علي واحده من عمالي قال شو علومك الجماعه ماخذينهم خيم يسعد معنا كجي هجتاد انا ثاني ظاهر من القناه معك خلنا نشوف علوم الجماهير يا اخوي بثوث لازم افتح بثوث لازم بعدين فكرت فيها قلت الجماعه نبطي منهم دخلنا قلت له سعد والله سعد للمواري تحت بخير قبل امشي قلت خلني اخذ اغراضي مره واحده معي يمكن يجي فيها رجع على القناه صادق اي والله خذيت اغراضي كلها ايوه انا اصبر في سعد وجاء اليوم الثاني يعلموني قالوا ترك فرجه السلام اللهم لك الحمد يلا اني تفائلت ايش رايك هديت كبدك دريت انه برجعك ما اعطوني على جوي كنت مخطط الدخوليه كنت مخطط الدخوليه بنت كلب نادر اسوي دخوليه يا دخوليه اهم شيء تتجه سوي دخولية
لازم تدخل عقب الاعلان، يعني الاعلان وصل له. يا 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 قاعد مره ارجع مش اجي رجعت. اجي افكر افكر كذا، ادخل ادخل كذا عادي مرسم فوقه مسطر علي نفس المقطع اي طلع لي اسرع شيء واسهل شيء، وفهمت توفير جهد ووقت. قلت لهم طفوا اللمبات، قلت لهم طفوا اللمبات وخلوا دخلوا يا كذا اللمبات خافته. كان ابن الحلال تخلص، انت لا تصل احد بالموضوع كله احد اصلا. نرجع ونقول ماني بخليك يا بابا، والله ما اخليك، انا ما اقدر اضربه لاني اذا رحت بضربه في النهايه انا اللي بنضرب. اي صح تبارك الرحمن، فرحت انقهرني على طول. في ال في اي بي، في في اي بي ولا في بي اي وش دي؟ حقت خاصين كذا؟ ايه في اي بي، لا في بي اي، في اي الشرطه الامريكيه ذيك. ايه مبعث فدرالية. ايوه اف بي اي. وانا اشوفه دخل شكله وضع يعني في كثير الشك، وراح ورا الخط انت تقوم وبعد انت قهرني. انا بطيت اثر الرجال حاطني في راسه اباضة كونن اباضة يا زعت تقموني. انا اعلمك يا اباضة مش كان احبه. هذه تستاهل، هذه امانته شغله، هو امانته اكيد امانته. هو والله انه مسكني بيض الله وجهه، قال ابو فالح والله انت تدري اخاف اني احبك بس هذه امانتي. صوت قلت الله يخليك ان شاء الله. ما انت خلص دوامك ايش خليك ساعة حق الدوام. بس مجت الساحر هاكم معلي انا بشوفك تطرح لي مرة ثانية ولا ايش هذا اللي صار. هذا اللي ما تاب انا بطرحك لي مرة لو اشوفك. افا قالت لك لعلم عليك. لا ان شاء الله تبت خلاص هي قرصة اذن تبت توبة نصوح. صدر انا اشتقت اليوم بس صدق يوم تنحش ما علمتني احش معك. انت تنحش معك يا جماعة احد كان اغير جو شوي استبعد معك. لا يا ابو سراج انت رجل طيب وحبه هاي دخلك في مشاكل. بعدين انا رايح اقضي الجزء تذكرني بالماضي، تذكرني بحبك يا غناتي.